وفجأة وأنا قاعد ظهر لي الشيطان اللي كان بيحاربني في شكل واحدة ست، لكن بشكل بشع، وريحتها كانت ناتنة ووحشة جدا. أنا هحكي لكم حكايتي. كان في راجل عايش في العالم ومعاه طفل صغير، وبعد لما ماتت والدة الطفل ده، الراجل ده قرر انه ياخد ابنه ويروحوا يعيشوا عيشة الرهبان في الدير. الراجل ده كان والدي وانا الطفل الصغير، وفعلا كبرت في الدير، وكان كل اللي بشوفه هو الصلاة والصوم والرهبان. فطلبت من ابويا الروحي ان اترهبن وابقى زيهم وعيش عيشتهم، وفعلا تمت رهبانتي ولبست ثوب الرهبنة المقدس. لكن بعد وقت قصير من رهبانتي، بدأ الشيطان يحاربني ويظهر لي بأشكال نساء. اتحركت فيا الشهوة الردية، فرحت على ابويا الروحي وقلت له انا يا ابي عايز اروح العالم، انا مش هقدر اصبر على القتال الصعب ده، انا تعبت فعلا وعايز اروح العالم. فكان ابويا الروحي يهديني ويقول لي لا يا ابني، خليك في الدير وصلي وربنا هيرفع عنك حروب الشياطين. فكنت اقول له حاضر يا ابي، لكن الشيطان كان يحاربني تاني وتالت، واجري على ابويا الروحي واقول له مش قادر يا ابي، انا تعبت، انا مش قادر اقعد في الدير هنا، سيبني روح العالم، سيبني ارجوك. فكان ابويا الروحي يقول لي طب طوعني بس المره دي، وقال لي انا عايزك تاخد معاك 80 خبزه، وعايزك تاخد الخوص اللي يكفي شغلك لمده 40 يوم، وتروح على البريه الداخليه وتعيش هناك وتصلي لربنا وتشتغل شويه وتصلي شويه، ولما يخلصوا 40 يوم ربنا هيظهر لك ايه اللي هتعمله بالظبط. انا بصراحه ما كنتش فاهم، بس طوعت ابويا الروحي اب اعترافي. اخدت الخوص والخبز والميه ودخلت البريه الداخليه، وعشت هناك في مغاره اصلي بحراره واتعب نفسي في عمل الخوص واكل من الخبز الناشف اللي معايا. وفجأة وأنا قاعد ظهر لي الشيطان اللي كان بيحاربني في شكل واحدة ست، لكن بشكل بشع، وريحتها كانت ناتنة ووحشة جدا. ما كنتش قادر أطيق الريحة الكريهة الناتنة القذرة اللي هي خارجة منها، فقلت لها امشي ابعدي عني. فقالت لي انت تطردني دلوقتي؟ مش انت اللي كنت بتشتهيني؟ أنا اللي بزرع في قلوب الناس الأفكار الشريرة وأملاهم من الشهوة الرضية وأسقطهم في الزنا، أما أنت فمن أجل طاعتك لأبيك الروحي ربنا ما سابنيش أخدك وأسقطك في الهلاك، نظرا لخضوعك وطاعتك لأبوك الروحي، وخلاني أظهر لك بصورة القبيحة وريحة الكزرة غصب عني. فشكرت ربنا وقمت على طول وجريت على ابويا الروحي وانا بقول له خلاص يا ابويا خلاص، انا مش عايز اروح العالم تاني، انا مش عايز اروح العالم، خلاص يا ابي، انا شفت الشيطان العدو بمنظره الاصلي وريحته القذره. وقبل ما انا اوصل لابويا الروحي كان ربنا اعلمه بكل حاجه، لانه كان دائم الصلاه من اجلي، ففرح جدا بتوبتي وقال لي لو كنت صبرت لتمام الاربعين يوم وحفظت الوصيه اللي وصيتك بيها كنت شفت أكتر من كده. ويقول لنا أبونا داود لمعي إن سر التوبة والاعتراف ليه بركات كتيرة، وإن عدو الخير بيقاوم الإنسان وبيعطله علشان ما يعترفش، لإما بالكسوف أو المشغولية، لأن الاعتراف ده بيحرق الشيطان وبيحرق الخطية.
لما بنتوب عن الخطية وبنروح نعترف بيها أبونا بيقررنا الحل، يعني الخطية بتتغفر ودي بركة ملهاش تمن. كمان الاعتراف بيشيل الإحساس بالذنب وبيعطي الحرية والفرح، لأن كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. وأب الاعتراف بيعطي الإرشاد والمعرفة، وبتشعر إنك ليك سند وأب بتثق فيه وبيهتم بيك. وبيحكي أبونا داود لمعي عن قصة اعتراف البابا كرولوس، وكان بيقول: أحكي لكم حاجة حكاها لنا أبونا رفائيل آفا مينا اللي كان تلميذ البابا كرولوس. مرة كنا قاعدين معاه وسألناه هو البابا كرولوس بيعترف عند مين، فقال لنا على اسم الكاهن اللي كان بيعترف عنده البابا كرولوس، وقال لنا: هحكي لكم على حاجة حصلت قدام عيني لأني كنت شقي شوية زمان وكنت بحب أعرف كل حاجة. فبيقول: كنت مرة داخل عند أبونا اللي هو أب اعتراف البابا كرولوس، وبعدين البابا كرولوس كان قاعد على الكرسي وأبونا كان واقف جنبه، وأنا كنت داخل أدخل لهم القهوة، فسمعت أبونا وهو بيقول للبابا كرولوس: برضو انت علمتنا كده؟ حد يعمل كده؟ والبابا كرولوس باصص في الأرض زي العيال، زي اللي عامل عاملة بالظبط. شوفوا قد إيه العظمة. والكلام ده كان في آخر حياته، يعني مش كان يستكبر، لأنه بطرك وقديس كان عايز يحتفظ بشكل الطاعة لآخر العمر. فياريت كلنا نرجع لربنا بالتوبة والصلاة ونبدأ بداية جديدة، ونجري على أب اعترفنا وناخد منه الحل والحل لمشاكلنا، ونعيش في حرية مجد أولاد الله، لأن محاربتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات.